المطر إذا اشتد وهطل هطولا عظيما يهطل من مكان يسمى بالمجرة في السماء، كما ثبت عن علي رضي الله عنه في الأدب المفرد قال: هي شرج السماء، يعني مثل شرج الوادي، وهو المنفسح من الوادي إذا هطلت الأمطار من علو إلى سفل، كيف تكون قوة نزول هذه الأمطار؟ فهو ينزل عز وجل المطر إذا انهمر انهمارا عظيما من تلك المجرة، من تلك المجرة.